أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 6 من يونيو عام 2024. تشتمل الجولة على عدد من الموضوعات المتنوعة بينها فقرة الترند والتحقق. نبدأ الجولة كالعادة بأبرز الفقرات. أحداث منطقة والدنورة بولاية الجزيرة تسفر عن مقتل وجرح أكثر من 100 شخص. مقتل 8 صحفيين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي، آخرهم الصحفيين معاوية عبد الرازق ومكاوي محمد. الزميل معاوية عبد الرزاق والزميل مكاوي والذين قضوا نحبهم في اليومين الماضيات. الأمين العام للحركة الشعبية عمار أمون ينفي الحديث عن رفض الحركة الشعبية لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في المنطقتين. كل الشعب السوداني متضرر من ذلك الحرب، فعليهم أن يجدوا مساعدات إنسانية. تحديات تواجه طلبة المدارس الابتدائية السودانية في مصر. بالنسبة للالتحاق بالمدارس السودانية في جمهورية مصر العربية، لهذا العام باعتباره هو من الأعوام الاستثنائية. أعزائي المستمعين، كانت هذه أبرز الموضوعات، والآن نبقى مع الجولة. قتل وأصيب العشرات بواسطة قوات الدعم السريع في أحداث منطقة والدنورة التابعة لمحلية 24 القرشي بولاية الجزيرة يوم الأربعاء وسط إدانات واسعة من الجهات المختلفة. لمعرفة ما حدث وآخر التطورات في منطقة والدنورة، نبقى مع حديث محمد مدني، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان. طيب، شكرا جزيلا. بالنسبة للأحداث اللي حدثت بقرية والدنورة بولاية الجزيرة، المعلومات المتوفرة شحيحة جدا، حيث صدر بيان حسب الترتيب التاريخي من قوات الدعم السريع أشار إلى أنه في المنطقة في 3 معسكرات لمجموعات عسكرية مختلفة، أشار إلى قوات جهاز الأمن والمخابرات، وأشار إلى ميليشيات الإسلاميين إنها بتعد للهجوم على قاعدة جبل أولياء التي سيطر عليها الدعم السريع. البيان الثاني حسب الترتيب التاريخي من مجلس السيادة السوداني الانتقالي، وأشار إلى جريمة ارتكبت في حق الأبرياء بالقرية من قبل قوات الدعم السريع. ما يحكم الحال هو حماية المدنيين أثناء النزاعات وفقا لاتفاق اتفاقيات جنيف من سنة 1949، ولا بد من الإشارة إنه الحماية هي يعني حماية من الانتهاكات والهجوم، وتحويل المناطق السكنية إلى أو عسكرة المناطق السكنية، وعدم اشتباك الأطراف داخل المناطق السكنية، واتخاذ المدنيين بشكل آخر كدروع. الحالة بتحتاج إلى تقصي لشح المعلومات، وبتحتاج إلى تحقيق نزيه وشفاف بما يقود إلى نتائج حقيقية. لكن مبدئيا طالما أنه الحال ارتكبت في منطقة سكنية، الافتراض المبدئي حتى يتم التحقيق أنه الضحايا هم من المدنيين. الحالة بتستدعي تعاون الأطراف مع لجنة تغصي الحقائق اللي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، والسماح لها بدخول السودان للتحقيق في الأحداث اللي تمت ومختلف الانتهاكات اللي تمت من 15 أبريل 23 منذ بداية الحرب في السودان. وشكرا. قتل صحفيين على يد قوات الدعم السريع خلال 48 ساعة الماضية، وهما معاوية عبد الرازق بالدروشاب ومكاوي محمد أحمد في أحداث منطقة والدنورة بولاية الجزيرة، وبذلك ارتفع عدد قتلى الصحفيين إلى عدد 8 صحفي، بينهم 3 صحفية وهم نجلاء عبد الشافع من إذاعة زالينجي وحليمة سالم من سودان بكرة وعصام الحاج مصور في تلفزيون السودان وعصام مرجان مخرج تلفزيوني وأحمد العربي من قناة النيل الأزرق وخالد بلل من مدينة الفاشر.
لتسليط الضوء حول الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين. التقت جولة السودان اليوم بالطاهر معتصم الناطق الرسمي باسم نقابة الصحفيين السودانيين، ونتابع حديثه للجولة. تحية للمستمعين الكرام في راديو دبنجا، ونعزي أنفسنا ونعزي الوسط الصحفي في رحيل شهداء الكلمة، شهداء الصحافة السودانية، الزميل معاوية عبد الرزاق والزميل مكاوي، والذين قضوا نحبهم في اليومين الماضيات، الزميل مكاوي في سونا وكان إلى آخر لحظة قبل أن يطلق عليه الرصاص يمد المتلقي بالتقارير عن ما يحدث ويقوم بدوره الصحفي، والزميل معاوية أيضا الذي تم اعتقاله قبل فترة وإطلاق سراحه من قبل الدعم السريع، وأيضا الزميل مكاوي الذي قتل بواسطة الدعم السريع. هم يمثلون الرقم 7 و8 في شهداء الصحافة السودانية الذين رحلوا إلى الرفيق الأعلى منذ 15 أبريل من العام الماضي، إضافة إلى أكثر من 300 حالة انتهاكات ضد الصحفيين خلال العام الماضي وما زالت تتواصل هذه الانتهاكات والاستهداف للإعلاميين. هذا الأمر من الخطورة بما كان، ويتوجب علينا تنبيه الرأي العام العالمي والدولي والزملاء والزميلات لما يدور تجاه السودان وما يدور عامة وما يدور تجاه الصحافة والصحفيين السودانيين. نقابة الصحفيين السودانيين لا تألو جهدا في القيام بالتنبيه لهذه المخاطر بالشجب والإدانة وتحميل المسؤولية لكل من ينتهك أو يقتل صحفي، ولكن للأسف يبدو أن هذا الأمر ممنهج. إضافة إلى الاعتقالات، الزميل طارق عبد الله المعتقل من قبل الدعم السريع، والزميل صديق دلاي المعتقل من قبل السلطات في الدمازين. هذه الحالة تتسبب في ما يشبه الإظلام الإعلامي، وتجعل المناداة بدور للصحافة شبه صعبة وشبه مستحيلة، كأنما الصحافة هي جريمة. نحن نقول أن الصحافة ليست جريمة، اتركوا الصحفيين يعملوا، اتركوهم ينقلوا نبض الناس، اتركوهم يكونوا لسانا للناس. تبادل الطرفي مفاوضات جوبا الأخيرة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والحكومة السودانية لاتهامات حول مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين. لمعرفة حقيقة الأمر التقت جولة السودان اليوم بالأمين العام للحركة الشعبية عمار أمون، ووجهنا له سؤال في البدء حول الحديث الذي راجع برفض الحركة الشعبية لإيصال المساعدات الإنسانية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. هذا غير صحيح، نحن لم نعارض أبدا وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الحرب في كل ربوع السودان. نحن خلال 41 سنة الحكومة هي التي رفضت أن الإغاثة تصل للمتضررين بالحرب في إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق، أي الفونيا الجديدة. ونحن قلنا وهذا موقف ثابت، ما دام أننا حرمنا من المساعدات الإنسانية طيلة هذه الفترة والآن كل السودان أصبح في حرب، نحن قلنا تلك المناطق التي دخلت الحرب جديدا كمناطق الخرطوم والجزيرة يجب أن يتلقوا مساعدات إنسانية وأن لا يحرموا منها. لذلك نحن قلنا صراحة الإنسانية لا تتجزأ، ونحن لا نريد تجزئة الإنسانية، وهذه المرة كل السودان في حرب وكل السودان متأثر بالحرب، ويعني كل الشعب السوداني متضرر من ذلك الحرب، فعليهم أن يجدوا مساعدات إنسانية. ولماذا الحكومة كانت ترفض أن تصل المساعدات الإنسانية للمضررين في الإقليمين، واليوم فجأة طلبت أن تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للإقليمين وترفض
أن تصل نفس المساعدات للمتضررين في دارفور والخرطوم والجزيرة. نحن لم نرفض، بل قلنا كل المتضررين في السودان يجب أن يتلقوا مساعدات إنسانية. الطرح بتاعكم أنتوا الطارحينه الآن كحل للأزمة الإنسانية ولمسارات وتوصيل الإغاثة، شايفينه ممكن يشكل حل الأزمة الآن في السودان؟ نحن قدمنا ثلاثة خيارات، لأنه الخطة التي قدمتها الحكومة لتوصيل المساعدات الإنسانية يعني حتى لو كنا قبلناها عمليا غير ممكن. ليه غير ممكن؟ لأنه فيها تحديد لمسارات أرضية وإسقاط. فمثلا أمسك مسار واحد كمثال، مسار الخرطوم الأبيض الدلنج كادوغلي، يعني هذا المسار يسيطر عليه أكثر من ثلاثة أكثر من طرفين، ثلاثة أو أكثر. نحن نسيطر على الجزء، والحكومة حكومة بورسودان تسيطر على الجزء، والدعم السريع يسيطرون على جزء من ذلك الممر. فنحن قلنا كل الأطراف التي تسيطر على أماكن في أرض الواقع يكون جزء من هذا الاتفاق، حتى لا يعني يتم عرقلة توصيل المساعدات الإنسانية. فالحكومة رفضت. فقلنا لهم إذن كيف تستخدمون هذا الممر؟ وهناك طرف آخر يعني ليس طرفا في أي مفاوضات أو أي في اتفاق. فالخيارات الثلاثة التي وضعناها أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي نحن رافقنا وفرنا حماية لسيارات تراكس كبيرة تحمل مساعدات إنسانية وأدوية، أوصلناها يعني هي كانت وجهتها مدينة كادوغلي، رفقناها من الدلنج حتى كادوغلي، وعندما أفرغت حمولتها ورجعت نحن رفقناها أيضا لمدينة الدلنج. فقلنا ولم يكن هناك أي اتفاق بذلك الخصوص، فقلنا يمكننا أن نفعل نفس الشيء بدون اتفاق، نحن نحترم ونحن نوفر حماية، إنما تكون القوافل التي تعمل المساعدات الإنسانية تمر بأراضي الحركة الشعبية. هذا خيار واحد. الخيار الثاني هو أن كل الأطراف التي تسيطر على الأرض يكون جزء من أي اتفاق، حتى لا يتم عرقلة سير المساعدات الإنسانية. الخيار الثالث هو أن يكون هناك اتفاقيات يعني ثنائية بين الحكومة، حكومة بورسودان والأمم المتحدة، وبين الدعم السريع والأمم المتحدة، وبين الحركة الشعبية والأمم المتحدة، ويكون هناك التفاصيل لكل طرف يريد التفاصيل، وذلك التفاصيل يكون معروف للأطراف الأخرى، كمثلا الممرات ومراكز التجميع والتوزيع. فكل طرف يلتزم بأن لا يهاجم مراكز التوزيع والتخزين والممرات لدى أي طرف. والأمم المتحدة تعمل يعني ترفع شعارات أو إمبلمز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وتوفر الأمم المتحدة توفر غطاء أمني لعملياتها الإنسانية. فهذا يعني خيار ثالث، والحكومة رفضت كل ثلاث خيارات ولم تأتي بأي خيار، فقط الخيار الغير قابل للتطبيق. فالوساطة علقت المفاوضات لحين إبداء مزيد من المشاورات. طيب إذا كان دل حس الموقف، الناس حس في السودان في حالة بتاعت مجاعة حسب الأمم المتحدة، وفي مناطق بتاعت جبال النوبة مناطق سيطرة الحركة الشعبية، الناس في وضع إنساني صعب جدا. في ظل الوضع ده الحل شنو؟ يعني الناس يموتوا؟ الحكومة عندها تاريخ في استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، ونحن ليس لدينا تاريخ بذلك. فالحكومة مستمرة في ذلك المنهج. فنحن ذكرنا للحكومة أنتم تتفاوضون مع الدعم المصري في جدة بخصوص توصيل المساعدات الإنسانية لمضطرين الحرب، فلماذا ترفضونه في جوبا؟
لنفس الغرض. الحكومة بتستخدم الغذاء والأدوية كسلاح في حربها ضد الشعب السوداني. على الحكومة أن تقبل بواحد من الخيارات الثلاثة، ولو كان لديها أي خيار آخر ليقدمه. ونحن موقفنا ثابت أن كل المضطرين بالحرب في السودان والذين يحتاجون لمساعدات عاجلة يجب أن تصلهم دون تمييز. هذا خط واضح. تشهد مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور هذه الأيام أزمة حادة في السيولة النقدية. لمعرفة أسباب شح النقد وتأثيره على النشاط التجاري في المنطقة، نبقى مع إفادة الصحفي على الدين بابكر لجولة السودان اليوم. بداية وافر الاحترام والتقدير، شكرا لإتاحة الفرصة. بشكل عام الجنينة من حيث الأوضاع الأمنية مستقرة، والحركة التجارية سالكة بين السودان وتشاد والسودان وغرب أفريقيا عبر المعبر بتاع الجنينة أدري. وتشاد مرتبطة بحدود طويلة ومفتوحة مع غرب دارفور، حتى أثناء وجود الحكومة ما في سيطرة على الحدود، بالتالي حسي بقت مفتوحة أكثر، يعني الدخول والخروج متاح لأي إنسان عبر المعابر على طول الحدود. لكن المعبر الأهم هو اللي بتتدفق عبر البضائع للجنينة وبتتوسع لداخل السودان، حتى بتصل لشرق السودان كثير من السلع، يعني الوقود، الدقيق، المستحضرات، التجميل، غيرها من الأشياء، يعني بتجي عبر المعبر بتاع أدري الجنينة. حصل انتعاش في الجنينة عبر المعبر ده، يعني السوق مستقر، الحركة التجارية مستقرة، لكن فجأة ظهرت أزمة النقود، يعني بقى السوق ما متوفر فيه كاش. لما سألنا من السبب بتاع أزمة النقود وتتبعنا المشكلة دي، الإجابة كانت إنه معظم التجار قاعدين يستجلبوا ذهب من الخرطوم. بالتالي حسب تقديرات الذين سألناهم إنه قرابة 300 مليار يوميا هو متوسط حجم الأموال اللي بتمشي الخرطوم وبيجلبوا بها يعني ذهب للجنينة. السؤال في إنه الذهب ده بيمشي وين يعني بعد ما هي الجنينة، لأنه في إقبال عليه كبير جدا. بيدخل تشات، يعني في طلب عالي على القصة بتاعت الذهب. فدي الإجابة كانت في إنه الأزمة بتاعت النقود سبب الذهب اللي استجلب من الخرطوم. لكن بالمقابل قبلها كنا في أزمة بتاعت التطبيقات البنكية، وفي مقدمتها التطبيق بتاع بنكك، يعني كان في أزمة كبيرة شديد عشان تنال يعني قروش أو تحويل عبر بنكك لازم يكون يخصم منك نسبة. حسي حصل العكس، عشان تاخد كاش لازم ياخدوا منك نسبة مقابل يعني هذا الكاش. وبرضو الريال التشادي مسيطر على الموقف في الجنينة ومسيطر على التعاملات، وداخل الجنينة الريال التشادي مستخدم ويعني عملة مطلوبة، لأنه بيستجلبوا بها البضائع من الجارة تشاد. الأوضاع المواطنين متفاوتة، يعني في الناس اللي على حد الكفاف منتظرين الإقازة، وفي الناس اللي دخلوا السوق ويعني حالتهم زينة يعني. وبرضو السوق استقبل عمال جدد أو تجار جدد إن صح التعبير، هم الموظفين، يعني الموظفين الحكوميين أصبحوا بلا عمل ودخلوا السوق، معظمهم نجح وتوفق، وما ظنيت تاني حتى لو الأمور عادت لطبيعتها الموظفين اللي توفقوا وعملوا رصاميل بتاعة أموال كبيرة إنه يرجعوا تاني للوظيفة العادية وينتظروا المرتب العادي.
منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل من العام الماضي لجأت آلاف الأسر السودانية إلى جمهورية مصر العربية. جولة السودان اليوم التقت بالأستاذ محمد أبو نعامة حول التعليم الابتدائي للأسر السودانية هناك. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم. أهلا وسهلا بإذاعة راديو دبنجا وبمشاهدي راديو دبنجا. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعافية. بالنسبة للالتحاق بالمدارس السودانية في جمهورية مصر العربية لهذا العام باعتباره هو من الأعوام الاستثنائية، أن السودانيين أغلبهم فقدوا مستنداتهم اللي هو ممكن تأهلهم للدخول للمدارس المصرية، فكان الملجأ الكبير اليوم هي المدارس السودانية. بيتم دائما بالحد الأدنى من الأوراق الثبوتية، سواء كانت جواز السفر أو صورة من الرقم الوطني أو بطاقة مفوضية اللي هو بتديها لهم مفوضية اللاجئين بجمهورية مصر العربية. المعيق اللي هو كان بيقود اللي هو السودانيين في تسجيلهم للصف الثالث ثانوي باعتبار أنه امتحانات وامتحانات قومية، فلذلك أغلب السودانيين الموجودين في مصر هم أبناؤهم في الصف الثالث ثانوي بيعانوا المشكلة دي، خصوصا الناس اللي ما عندهم أوراق ثبوتية، مثلا شهادة بتاعت صف الثامن، شهادة بتاعت الأول الأول ثانوي والثاني ثانوي، وكذلك إجراءات الإقامة الدخول المدارس المصرية مرتبط بإقامتك في البلد المضيف، أما في المدارس السودانية هو غير مرتبط بأي من هذه القيود. فالحاجة اللي نوصيها هي أنه أولياء الأمور في مسألة اختيار المدارس تحديدا المدارس السودانية في مختلف المسميات بالنسبة للمدارس السودانية، في مدارس موجودة ومؤسسة من أعوام طويلة تسمى بالمدارس أو المراكز المجتمعية، ودي تحت مظلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهي مدارس مؤسسة ومراكز مؤسسة وعندها فترة طويلة بتعمل في مجال التعليم، فباستقرارها وبتواصلها مع الجهات اللي هو المانحة ممكن توفر رسوم أفضل. قبل الختام أعزائي المستمعين نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس محمد. استمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. شباب حلوين. شباب حلوين مجموعة شبابية بتقوم بإنتاج مقاطع فيديوهات فوضى ترفيهية، وده وفر لهم قاعدة جماهيرية واسعة ومشاهدات منتظمة، حيث وصل عدد متابعي صفحة شباب حلوين على منصة الفيسبوك أكثر من 940 ألف متابع. ويقدم شباب حلوين أنفسهم باعتبارهم أفضل صناع محتوى كوميدي ومجموعة درامية مؤثرة في السودان لثلاثة سنوات على التوالي، ويقوموا بإعلان مسبق عن أعمالهم بحملات منظمة على منصات التواصل الاجتماعي زي صفحة المجموعة على موقع إكس، والتي يصل عدد متابعينا إلى أكثر من 80 ألف متابع، ومن ثم يتم بث المحتوى على قناة شباب حلوين على منصة اليوتيوب التي وصل عدد متابعينا إلى أكثر من 186 ألف متابع. وكانت المجموعة قد طلبت موعدا لتقديم الحلقة الأولى من برنامج شباب شو يوم الخميس 6 يونيو 2024، لكنها عادت وأعلنت عن تأجيلها بسبب الأحداث الدامية في قرية والدنورة في الجزيرة، ما يعكس تفاعل شباب حلوين مع كل ما يجري في السودان. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. مضلل تدمير طائرة إماراتية في قاعدة الزرق. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 22 ثانية يصور طائرة تحترق في منطقة خالية، ويرافق مقطع الفيديو تعليق صوتي بيقول بأنه هذه الطائرة إماراتية وتم تدميرها في قاعدة الزرق في شمال دارفور بتاريخ 3 يونيو 2024. فريق دبنجا للتحقق عمل على مراجعة مقطع الفيديو وسجل الملاحظات التالية. أولاً، طبيعة الأرض لا تطابق طبيعة الأرض في منطقة الزرق الصحراوية. ثانيا، لم يصدر أي بيان رسمي من القوات المسلحة أو من حركات الكفاح المتحالفة معها بشأن هذه الحادثة. ثالثا، إن تدمير طائرة إماراتية وتصويرها حدث كبير لا يمكن أن يمر دون أن تستخدمه قوات الجيش السوداني كدليل إضافي على التدخل الإماراتي والمساندة القوية لقوات الدعم السريع.
وبمزيد من البحث والتدقيق في صورة الطائرة المحترقة اتضح أنه هذا المقطع تم تصويره في جنوب السودان بتاريخ 19 مارس 2024 هو يصور حادثة تحطم طائرة شحن عسكري تابعة لجيش جنوب السودان عند هبوطها في مهبط طائرات إيدا حيث يوجد أكبر معسكر للاجئين من السودانيين على أراضي جنوب السودان وقد نغر راديو تمازج هذا الخبر ومعه صورة للطائرة وهي طريق نص الخبر بيقول حطم طائرة شحن عسكرية صباح الثلاثاء في مهبط الطائرات بمنطقة إيدا في إدارية منطقة روينج بجنوب السودان كانت الطائرة محملة ببضائع مختلفة وقال كور كور المدير العام لمطار جوبا الدولي في تصريح لراديو تمازج إن الطائرة أنتونوف 26 تابعة لوحدة الإنتاج الحربي لقوات دفاع شعب جنوب السودان استأجر مواطن لم يكشف عن اسمه أغلعت من مطار جوبا الدولي الساعة 6:18 صباحا وتابع قائلا الطائرة كانت متجهة إلى منطقة إيدا وكان الوقت المقدر للهبوط هو الساعة 7:57 صباحا لكن تعرضت للحادث في ذلك الوقت وقال إنه الحادث كان بسبب ضعف الرؤية في إيدا ومنطقة أعالي النيل ككل لذلك قاموا بتأجيل رحلات اليوم إلى أعالي النيل حتى يصبح الطقس جيدا وأبان إنه جميع أفراد الطاقم الأربعة وجندي كان على متن الطائرة نجوا جميعا من الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وكذلك نقل الخبر على موقع أخبار شمال أفريقيا إذن الخبر غير صحيح وقصد به تضليل الرأي العام بشأن تحقيق انتصارات في معارك شمال دارفور وكذلك إدانة دولة الإمارات باعتبار دعمها الفعلي لقوات الدعم السريع بفقرة الترن والتحقق المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس إلى لقاء جديد دمتم بخير وعافية